في سنة 1996 زرت باريس، وصادفت في باريس اني شفت الناس كلها مصهللة وتذاكر ببلاش للسينما واحتفالات في الشارع، وانا ما اعرفش اي حاجة والفرنساوي عندي بعافية. لكن عرفت بعد كده انه احنا في يوليو، وان ده اللي هم دي ده اسبوع لاحتفال عيد الاستقلال في فرنسا او عيد النصر، وبيحتفلوا كل الناس، بتحتفل السينمات، بتحتفل الحدائق، بتحتفل الناس العادية، بتحتفل بعيد النصر بتاعهم. وسألت نفسي سؤال يعني غريبة قوي، لما بالبحث كده هتلاقي في كل بلاد الدنيا أعياد وطنية مرتبطة بحدث كبير زي يوم الاستقلال أو حدث كبير في الدولة دي. في كل دول العالم، كل دول العالم تقريبا، يعني الدول، أنا بتكلم عن الدول المتحضرة، يعني الاحتفال ده بيبقى يوم شعبي واحتفال رسمي، الشعب بينزل يحتفل فيه باليوم الجميل ده، ومظاهر احتفال على الشاشات وفي الشوارع. بنشوف ده في يونيو كمان في الجمهورية في إيطاليا، في يوليو عيد الاستقلال أو النصر بتاع فرنسا، وأيضا في الولايات المتحدة الأمريكية. في سبتمبر بيبقى فيه احتفالات سعوديين بالعيد الوطني، في أكتوبر بنشوف احتفالات العيد الوطني في البرازيل. قيس على كده كل دول العالم، المهرجان والاحتفال بالعيد الوطني ده بيبقى رسمي وشعبي بس، يعني الاثنين وفي تركيا. يعني أنا لما كنت عايش في تركيا، لا ده كانت السينمات ببلاش والدنيا زايطة ويتضرب، المواصلات ببلاش، ويتعزف النشيد القومي، الناس توقف في الشارع، الناس لوحدها توقف في الشارع. ففي تركيا كانت واضحة جدا انه الناس على المستوى الرسمي وعلى المستوى الشعبي بيحتفلوا بالعيد او باليوم العظيم ده. خليني اوريك كده احتفالات للناس في الشوارع في البرازيل وفي امريكا وايطاليا والسعودية، كده نشوف كده. تحتفل البرازيل بالذكرى المئوية الثانية على استقلالها عن البرتغال عام 1822 بسلسلة من الفعاليات الرسمية والشعبية والعسكرية التي يحضرها الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو الذي يتواجد في هذه الأثناء على المنصة. هذه الفعاليات تقام هنا في مدينة ريو دي جانيرو، وكذلك كانت قد أقيمت عروض أخرى. As Italian President Sergio Mattarella led the commemorations marking Republic Day, many believe they have more to celebrate than normal, having just ended 3 months of political instability. Among other moments, Mattarella met with Antonio Tajani, the President of the European Parliament. The patriotic display marks the anniversary of the referendum in 1946, when Italy voted to abolish the monarchy. الشعوب إما لها أعياد دينية أو أعياد شعبية أو أعياد رسمية، وفي كل الشعوب العالم المحترمة أو كتير من الشعوب العالم، التلاتة ممكن يبقوا مع بعض، يعني عيد رسمي
الناس تحتفل به والحكومة والنظام يحتفل به، وده في أمريكا والبرازيل وفرنسا وإيطاليا. إحنا عندنا في مصر حاجة تانية، في أعياد رسمية الناس ملهاش دعوة بيها خالص، عيد الجهاد، عيد أي حاجة، أي عيد رسمي الناس في مصر ملهاش دعوة بيه ولا تعرفوا. كبيرها هتاخد أجازة ممكن، وفي الأعياد الدينية زي أعياد المسلمين، العيد الكبير والعيد الصغير أو أعياد المسيحيين، وفي الأعياد الشعبية بقى اللي هي زي شم النسيم. تشوف احتفال المصريين بشم النسيم رائع بدون أي حد ما يقول لهم انزلوا احتفلوا، مفيش. إنما بتشوف في مصر تحديدا الأعياد الرسمية الناس مالهاش دعوة بيها، ما عدا احنا 23 يوليو ما تلاقيش أي مظهر شعبي فيه، هو احتفال رسمي ودم أبو تقيل، دم واقف، وخطبة الزعيم باهتة جدا. أي واحد يركب البلد دي يخابط خطبة في 23 يوليو، وعلى التلفزيون تيجي انت بص يا معلم رادع رد قلبي، فيلم رد قلبي عشان الثورة والأحرار والضباط الأحرار. إنما أسأل الناس اللي ماشية في الشارع دي انت ايه علاقتك ب 23؟ ولا أي حاجة خالص، ولا أي حاجة في الدنيا. الكلام ده مش من 10 سنين، أنا وعيت على الدنيا لقيته كده، إنه في احتفال كده في التلفزيون أو في الراديو والشارع حاجة تانية، وده عكس شم النسيم مثلا أو عكس الأعياد الدينية. الناس كلها بتحتفل، المسلمين بيحتفلوا، المسيحيين بيحتفلوا، شم النسيم مسلمين ومسيحيين بيحتفلوا، إنما 23 يوليو الناس ملهاش علاقة بيه خالص. وده تقريبا ممكن يكون دليل على ان دي مش ثورة، ده انقلاب. بدليل الناس فين؟ الناس فين من الاحتفال بالثورة دي؟ وبعدين مين هم شهداء الثورة دي؟ طيب هنروح فين عشان نحتفل ب 23 يوليو؟ طب ايه بقى؟ يعني ايه اللي حصل؟ مفيش اي حاجة. انت بتسمع في النشرة بس انه الزعيم خطب خطبة بلهاء عبيطة يعني ملاش أي علاقة، والناس حتى بتركز في الخطبة. وبعدين تفتح التلفزيون تلاقي أستاذنا أحمد مظهر وصلاح ذو الفقار الاثنين، واحد دخل شرطة ودخل جيش وإنجي، والموضوع خلص على كده. ليه بقول كده بقى؟ عشان أقول لك أيها الأحرار في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجمل حاجة تحبها في السيسي، هو مفيش حاجة بصراحة يعني، استنى بس انت رايح فين يا معلم؟ انت بتجري ليه كده؟ ايه الجملة دي؟ ايه أجمل حاجة تحبها في السيسي؟ وده في حاجة تحب؟ لا مش قصدي كده يعني، خلينا نصلح الجملة. مثلا تيك تو، أوسخ حاجة في السيسي، لا هي ملاحظة يعني، خليك بس عشان ما تتخنقش مني، أنا مبهور بثقته في نفسه وهو بيكذب، دي حاجة ملحوظة عنده. عنده جراءة في الكذب غريبة جدا، لما يقول لك تلاجتي 10 سنين ما فيهاش مية من غير ما يتهزلوا جفن، جفن، والله العظيم تلاجتي 10 سنين ما فيهاش غير مية. انت تستنى اي رياكشن يعني، جهاز كشف الكذب انفجر. او لما يكلمنا عن الحرية وهو بيموت الناس ويعتقلهم، او لما يكلمنا عن الانجازات وبيطحن الناس بالغلا ويبهدلهم، أو لما يكلمك عن حب الوطن فرض عليا والتمسك بالأرض وهو بيبيع تيران وصنافير. ليه بقى بنقول كده؟ النهاردة كانت واحدة من تجليات الكذب السيساوي، الأخ فتح مدرسة التاريخ المزور، وقف يعلمنا دروس من التاريخ، الدروس اللي أخذناها من 23 يوليو. معلش زي بعضه أنا مضطر أقدم لك الأكلة البيتة دي، دي بصارة بيتة برة التلاجة بقالها أسبوعين، أقدم لك طبق البصارة اللي بقاله أسبوعين برة التلاجة. ولقد تعلمنا من دروس ثورة يوليو وتجربتها عدم التفريط أبدا في الاستقلال الوطني وصون كرامة الوطن ومواطنيه وبذل أقصى الجهد تحت جميع الظروف لتعزيز العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الأكثر احتياجا، كما رسخت ثورة يوليو المجيدة دور مصر الفاعل في محيطها العربي والإفريقي، كما حافظت مصر على أرضها وسيادتها واستقلالها. ايه قال الحلاوة دي؟ بتجيب منين الحاجات دي؟ انت ايه الثقة حفاظ على الأراضي؟ ده انت اللي دور يلاقي مفيش بنطلون تحت. أراضي ايه اللي تحافظ عليها؟ ده انت
راس الحكمه وتيران وصنافير وراس جميله في السكه. يا عم اراضي ايه واستقلاليها ايه بتاع ايه؟ ده انت داير تشحت من اخواننا في الخليج. ده اللي انت اتعلمته يا سيسي، ويا ريت فعلا اتعلم حاجه. لكن قبل ما اوري لك نتائج تعليم السيسي البايظ، خليني اقول لك احنا كشعب اتعلمنا ايه من 23 يوليو والحكم العسكري. حضرات الساده، انا هلعب النهارده دور مدرس، هكلمكم عن ثلاث دروس مستفاده اتعلمناها من حكم العسكر، ثلاثه ما فيهمش غيرهم. اول درس اتعلمناها من العسكر في السبعين سنه اللي فاتت دي هو الشعارات هي الانجازات. مفيش فرق بين الانجازات والشعارات، الشعارات لا الانجازات. الدرس الثاني اتعلمنا الفهلوه، مفيش تخطيط يا معلم، انت خش ظبط المعلم، كيس رئيسك، ارتصه، بيع له البيعه ومالكش دعوه. الدرس الثالث المنافقين، لا مكان للوطنيين في دوله العسكر. نافق او الشعار اللي كتبه الاخ بديع خيري في العشره الطيبه، علشان ما نعلى ونعلى ونعلى لازم نطاطي نطاطي نطاطي. خلينا نشوف الشعارات دول عشان اشرحهم لك واحده واحده. في ذكرى 23 يوليو 52 ماذا تعلم المصريون من حكم المعسكر؟ الشعارات لا الانجازات، الفهلوه لا التخطيط، المنافقون لا الوطنيين. الدرس الاول يا حضرات الشعارات لا الانجازات. دوله العسكر هي دوله شعارات بامتياز. شعارات اول شعار فيها الزهد في الحكم. هم ناس كده يجوا يبيعوا لك اول حاجه ان هم ناس مش عايزين الحكم. هم ناس يقتلوا ويسجنوا اي حد يعارضهم بس تحت شعار مالناش رغبه ولا اراده في حكم مصر. اسمعك بدايه من الاخ جمال عبد الناصر لحد الاخ السيسي، الفرق بينهم يعني تقريبا 70 سنه او 60 وحاجه، انت حر بقى. اسمع الاخ ده قال ايه. طب ما احنا كنا كويسين، ما انا كنت كويس. انا واحد سالني في معسكر الشباب بيقول لي انت اشتركت في الثوره عشان الحافز الشخصي. قلت له الحافز الشخصي ايه؟ ده انا طلعت يوم 23 يوليو والنسبه الكبيره ان انا ما ارجعش، احنا كنا عدد قليل قوي، كنا 90 واحد، 90 واحد. احتمال نرجع البيت او ما نرجعش، احتمال ما نرجعش اكبر قوي من احتمال نرجع. اذا ما كانش وزع شخصي ولا طموح شخصي، كانت تضحيه وكانت تصور. والواحد طالع عشان يموت مش طالع علشان يكسب ابدا. دي المبادئ اللي طلعنا بيها، ودي المبادئ اللي خلتنا مشينا في السكه اللي احنا ماشيين فيها لغايه النهارده. عبد الناصر معلش، ده انتوا عبد الحكيم عامر كنتوا قاعدين في عربيه قدام وزاره الدفاع وخايفين تخشوا اصلا ولابسين مدني، طلع تموت ايه يا بيه؟ اللي كان طالع يموت واحد اسمه يوسف صديق، واحد تاني ظابط اسمه شوقي، دول اللي احتلوا مقر وزاره الدفاع وقبضوا على القاده العسكريين اللي كانوا مجتمعين هناك. حضرتك ما كانش ليك فيها خالص، انت كنت قاعد في عربيه مدني انت وعبد الحكيم. اسالوا الناس اللي كتبت المذكرات، قال لك كنا طالعين نموت وكان احتمال ما نرجعش، ما نرجعش. والسادات كان في السيما، والله كان بيتفرج على فيلم السيما هو وجيهان، وعمل خناقه عشان لو حصل حاجه وباظت يبقى انا كنت في السيما والمصحف. انتوا يا جماعه ده اللي طلعوا عشان يموتوا انت دخلتهم السجن. عبد الناصر حددت اقامه يوسف صديق اللي هو نجحكم كلكم، وخالد محي الدين وديتوه حته، والجدع التاني اسمه اباظه ده، والراجل اللي اسمه شوقي الظابط ده، خلق الموضوع خلص. قال لك كنا طالعين عشان نموت. حافز شخصي ايه؟ احنا ما كناش، احنا فرياجيه. والنغمه دي برضه هي دوله الشعارات، غنى بيها السيسي. اسمع عبد الفتاح. بيتقال ان ده حكم عسكر. لا والله ما حكم عسكر. ولا في اي رغبه ولا اراده لحكم مصر. اليوم اقف امامكم للمره الاخيره بزي العسكري، بعد ان قررت انهاء خدمتي كقائد عام للقوات المسلحه وزيرا للدفاع والانتاج الحربي. اتقدم لكم معلنا اعتزامي الترشح لرئاسه جمهوريه مصر العربيه. كفايه كفايه ارجوكم يا جماعه، انتوا هو نفس الدرس ونفس الـ نفس الـ بس تحت بقى اعمل اللي انت عايز تعمله. دوله شعارات في الخطابات العاطفيه اللي مليانه وعود براقه وجميله، مليانه شعارات حلوه تدغدغ مشاعر الشعب الجميل. هنبداها برضو من عند ناصر. عهدا قويا وعهدا اكيدا اننا سنسير في طريقنا لا يغرنا المال.
نلقاه، ولكن سنسير في طريق المبادئ وفي طريق المثل العليا، نعمل لكم ومن أجلكم أنتم فقط. هذه الأرض اليوم عادت ملك لنا، قد كافح آباؤنا من قبل وقد كافح أجدادكم من قبل، واليوم يا إخواني عادت الأرض إليكم، عادت الأرض إلى مستحقيها، عادت الأرض إلى مصر الحقيقيين، عادت الأرض إلى الفلاح. لا عبودية ولا عبيد، كلنا أحرار، كلنا متساوين، كلنا يجمعنا وطن واحد، كلنا تجمعنا أرض واحدة، كلنا نشرب من ماء واحد، كلنا تجري في عروقنا دماء واحدة، كلنا أبناء مصر نشعر بالحرية ونشعر بالعزة ونشعر بالكرامة. أين نحن الآن وأين كنا في الماضي أيها الإخوان؟ إحنا كان بقى في ناس في الوقت ده في المعتقلات، شيوعيين على إخوان مسلمين على يساريين على ملاحدة، بس كلنا أحرار. فخطابات الحقيقة مليئة بالجانب العاطفي، والجمهور زي ما قال الراجل بتاع سيكولوجية الجماهير، الجمهور أنسوي عاطفي، والستات تعجبها الكلام قوي. لو كنت صريح مع الست هتكرهك، إنما قول كلام حلو. هو الراجل بتاع سيكولوجية الجماهير قال كده، الجماهير العريضة هي جماهير أنسوية، يعني كلام حلو، اديني في الكلام الحلو وأنا أحبك. ده اللي قاله عبد الناصر. وبعد 60 أو 70 سنة جالنا الراجل ده عشان يقولك مصر هتبقى قد الدنيا. تعرفوش ولا إيه؟ اسمع الخطاب الملزق. وإذا كانت مصر في يوم من الأيام هتبقى قد الدنيا، فعملوا حساب لليوم ده، فعملوا حساب لليوم ده. هو كله مش مصدقين إن مصر مش هتبقى قد الدنيا. لا، ده هتبقى قد الدنيا صحيح، وبكرة تشوفوا، والصغير منكم يبقى يفتكر الكلام ده عني. وفجأة بعد ما الدنيا تبوز من تحت رجليهم أو من تحت الكرسي ويقعدوا ويترستقوا في الحكم، تتحول بقى إلى مطالبة المواطنين بأنهم يضحوا ويلحسوا وعودهم عن الجنة وعن قد الدنيا، ويطلع الزعيم يقول لك نبني بلدنا ولا ناكل رز، نبني بلدنا ولا بطاطس. وده اللي عمله عبد الناصر بالظبط من 70-80 سنة. اسمع كده. زكريا بيقول فعلا، وقعد يتكلم معايا وقال لي ان احنا علينا حاجات نجيبها في الخطه الجايه، حاجتين، يا بنخلي البلد شهرين رز قليل، يا بنقلل الخطه بتاع السنه الجايه. طب يا زكريا والناس تاكل ايه؟ بيقول اكلهم مكرونه. حقيقي المناقشه حصلت بيني وبين رئيس الوزراء. السؤال الحقيقه اللي الواحد بيساله، هل النهارده البلد يعني في هذه النواحي اتدلعت قوي؟ هل تقعدوا شهرين من غير رز؟ ونزود الخطه الثانيه. هل نقعد شهرين من غير رز ونزود الخطه 20 مليون جنيه على السنه الجايه؟ الشعور بالمسؤولية ده إذا كنا عايزين نبني بلدنا حقيقي. إذا كنا النهاردة بنشرب شاي 7 أيام نشرب 5 أيام لغاية ما نبني بلدنا، إذا كنا بنشرب قهوة 7 أيام نشرب 4 أيام، إذا كنا بناكل لحمة 4 أيام ناكل لحمة 3 أيام عشان نبني بلدنا. وفضلنا نبني بلدنا، طلعت ما تبنتش لسه يا عبيط، لسه، لأنه جالك بعدها ب70 سنة واحد قال لك بطاطس ولا نبني بلدنا؟ مش رز بقى، الرز اتشال خلاص. اسمع. لا، أقول كلام صعب يعني، خصموا من الوزارات كلها. أقول كلام أصعب، مش هنطلع علاوة دورية السنة دي للموظفين في مصر؟ عايزين تبنوا بلادكم وتبقوا دولة ذات قيمة، ولا هندور على البطاطس؟ ولا هندور على البطاطس دكتور محمد؟ يا دكتور محمد، الرز طار من شوية، البطاطس وراها على طول، المائدة ما فيهاش حاجة خالص. دولة شعارات حتى عن الاستقلال الوطني المزيف وحماية الأرض والعرض والوطنية، اللي بقت أغاني وألحان وكلمات اللي ضحكوا بيها على الكادحين وخدعوا بيها بقى كل الناس، لأنهم بيحموا المواطن والوطن. الشعارات اللي بتلعن العدو في العلن
بس تحت الترابيزة وفي القنوات السرية بتمد إيدها للعدو وبتنفذ بيع الأرض في الميكروفون وبتفقد سيادتها على أرض الواقع. اسمع عبد الناصر وبيتكلم على الاستقلال الوطني ورفض المعونة الأمريكية في الخمسينات. سياستنا سياسة مستقلة، وإحنا بنقول إن إحنا أما بنتعامل مع دول العالم بنتعامل معاها على أساس إن ما حدش يتدخل في شؤون. ولكن إذا كانوا الأمريكان بيفهموا إنهم بيدونا شوية معونة علشان ييجوا يتحكموا فينا ويتحكموا في سياستنا، أنا بقول لهم إحنا متأسفين. متأسفين إيه يا ريس؟ ده أنت كنت بتاخد معونة وانت واقف الوقفة دي. عايز تعرف تاريخ المعونة وصل لفين؟ حتى هو أدي تفضل مصرقه بالأرقام تاريخ المساعدات الأمريكية. ده الكونجرس الأمريكي عقبال عندك. وبدأت المساعدات الأمريكية إلى مصر من عام 46 حينما وصل إلى مصر 9 مليون دولار، سيبك من 300 ألف. وعام 1948 وصل مليون دولار ونص تقريبا، في حين ارتفعت عام 55 إلى 66 مليون دولار. ده مصراوي اللي بتقول مش أنا. وفي عام 57 بلغت مليون دولار فقط، وفقا لما نقلته الورقة البحثية للمركز التابع للكونغرس. وخلال الستينات وصلت قيمة المساعدات إلى ذروتها في عام 62 عشان تبلغ 200 مليون دولار ونص، ثم تراجعت عام 72 الذي سبق حرب أكتوبر لتصل إلى مليون ونص دولار. يعني ما تقطعتش المعونة من سنة 48 على حد قول مصراوي. فين الاستقلال؟ إذا كان أنتوا لما طرح اسم سليمان حافظ في القعدة إياها اللي بوظت البلد دي بعد ما طيرته الملك وتدوروا على واحد يمسك الليلة، لما طرح اسم سليمان حافظ الأول قبلها طرح اسم السنهوري وبعد كده سليمان حافظ، واحد فيهم اتقال عنه أصله حضر مؤتمر الشيوعيين ولو جبناه رئيس وزارة الأمريكان هيزعلوا. إذا كان أنتوا من أول يوم كنتوا زعلين على مشاعر الأمريكان يبقى استقلال إيه؟ نفس النسخة اللي بتكلمك عن قوة الدولة اللي هي قوة النظام، يعني في نفس الوقت بتفرط في البلد ليل نهار. اسمع السيسي كان النهاردة بيقول إيه كده؟ مصر دولة. النهاردة إيه؟ مصر إيه؟ دولة. الدولة إمتى يطمع فيها؟ بدل ما أنتوا بتسألوا بقى، لما تضعف يتاخد بقى غاز ويتاخد بترول ويتاخد أرض. أقولها تاني؟ لا 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 معلش، هو الفيديو ده مش النهارده، بس انا عجبني حاجه في الاول كده. معلش هو الحلقه دي لطيفه، فخليني بس اعيد اول جمله كده. بيسال سؤال غريب جدا، بيقول لك مصر دول، مصر ايه؟ هو حد قال له كباريه مثلا؟ هو ليه بيسال سؤال بديهي؟ مصر دوله؟ صدق اول مره اعرف. يا مصر دوله، مصر ايه؟ لا شوف شوف التعليم الراقي، تعلم بقى. مصر دوله. مصر دولة، خلي بالك النظرية دي انت ما كنتش تعرفها. مصر ايه؟ دولة. ايوه، وليه بقى؟ مصر دولة يا سيدي، يا سيدي مصر ايه؟ دولة. لا مصر شارع. والدولة لما تضعف تاخد منها ارض وغاز. طب ما تاخد مننا ارض وغاز وكل حاجة في الدنيا يا حضرات. ده نتنياهو في المعبر بتاع صلاح الدين. اتفضل اهو السيسي، مصر حافظت على ارضها وسيادتها واستقلالها، اهو في المعبر العلم المصري بعده بشويه بمترين، ادي المعبر كمان اتهد. اتفضل. لا لا يا ميزو، ترجع لي يا حبيبي، ترجع لي بالفيديو ده. انت خدت بالك من حاجه في الفيديو؟ هات الفيديو هنا بيه، الله يكرمك. بس وقف هنا، بس وسع الكادر شويه. كمل كمل كمل، العب لحد ما اقول لك وقف. كمل كمل كمل، ما تخافش ما تخافش، كمل. بس 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 خلاص. العلم الاسرائيلي بيزغرط، ما تخليها فول سكرين يا بيه. ما العلم الاسرائيلي بيزغرط، ده ما فيش بقى، ده على خط الاستوى. العلم الاسرائيلي جوه المعبر على مين؟
مش عالم واحد. العالم الإسرائيلي أهو جوه المعبر، بينما كلمة فلسطين بتنتهي، يعني كلمة فلسطين بتتهد، بس العالم الإسرائيلي نسختين من العالم الإسرائيلي على المعبر على طول أهو قدام حضرتك. مصر إيه؟ أهو العالم التاني أهو، العالم التاني ظهر، إيه فش؟ العالم التاني ظهر، أيوة أهو أهو عالمين أهو يا ريس. في بعد كده مهانة، في بعد كده سفالة وقلة أدب، إن العالم الإسرائيلي بقى في أرضك، بقى في أرضك. حش يطلع يقول لي ملناش دعوة بقى والحاجات، لا ده العالم الإسرائيلي نسختين، الجماعة الجنود الإسرائيليين حطوا لك قدامك كده عشان تبقى إيه عارف إنه خلاص ما عادش فيه. ده الدرس الأول، شعارات لا إنجازات. الدرس الثاني إن إحنا قدام دولة فهلوة في كل حاجة، فهلوة في الاقتصاد اللي بيعسكر كل شيء، فتكون النتيجة انهيار اقتصادي. خلينا نشوف كده حالة النظام سنة 62، الجمهورية العربية المتحدة، حالة النظام. أنا مرة كنت راكب العربية مع الأستاذ الموسيقار الكبير هاني شنودة، وكنا رايحين وسط البلد سوا. هاني شنودة وما أدراك ما هاني شنودة بقى، حدش يقول لي إخوان ضائبتي ماشي. فلفت نظري الحاجة غريبة جدا، بسأله مرة بقول له وانت ما كان عامل كنت عامل ازاي ايام الزفت دي؟ قال لي ابدا، انا رحت قلت لهم يعني انتوا ازاي تعملوا كده؟ تعملوا كده ايه يا استاذ هاني؟ قال لي مصر اسم مذكور في القرآن وفي حتت وفي الكتب المقدسة، ازاي شلتوا اسم مصر وحولتوها للجمهورية العربية المتحدة؟ يعني ازاي عملتوا كده؟ اسم مذكور في القرآن ومذكور في الكتب المقدسة، ازاي شلتوا الاسم البلد وخلتوها الجمهورية العربية المتحدة؟ ودي كانت وجهة نظر غريبة ليا بجد، ازاي عبد الناصر وشلة الصيع اللي معاه شالوا اسم مصر من الموضوع فبقت جمهورية العربية المتحدة؟ وانا انا 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 وقفت في المدرسة زمان، كنت احيي العلم في المدرسة تحت جمهورية العربية المتحدة كده، تخلف. بالمناسبة يعني اهو استاذ هاني شنودة ربنا يديله الصحة، من أنبل وألطف الناس اللي شفتهم في حياتي. هات بقى الجراف بتاع الجمهورية على حالة النظام. الشعب غاضب والضباط يشعرون بالرضا. المصدر يا حضرات ده كولين تي كرو القائم بالأعمال البريطاني في القاهرة سنة 61، 1961، قدم تقرير لحكومته في لندن بيقول لهم التقرير الآتي. في سنة 61 الشعب غاضب والضباط يشعرون بالرضا. ناصر فشل في تحقيق أفكاره المتعلقة بالعالم العربي. الفشل الخارجي حول اهتمام المصريين للفشل داخل في داخل مصر. حالة الفشل بسبب تغلغل نفوذ المؤسسة العسكرية في إدارة البلاد، مما أدى لتصاعد الاستياء الشعبي المتزايد من سياسة الحكم، بينما الجيش هو المستفيد الوحيد من الثورة ورجاله هم من يشعرون بالرضا. إصلاحات شكلية والجيش والسلطة. ناصر حاول عمل بعض المؤسسات والإصلاحات الشكلية، الاتحاد القومي وتأسيس جمعية وطنية مكلفة بوضع دستور، وإعادة تنظيم هيكل الحكم المحلي بما يعطي المحافظين والمجالس المحلية سلطات أكبر، لكنها إصلاحات على الورق، والجميع يعلم مكمن السلطة الحقيقي الجيش وليس الشعب. فشل في تحقيق الأهداف. كانت أهداف ناصر المعلنة مضاعفة الدخل الوطني خلال 10 سنوات، خلق مجتمع ديمقراطي اشتراكي تعاوني، لكن المصريين أدركوا بعد سنوات 10 فشل الهدف الأول ولم يفهموا الهدف الثاني. الضباط في كل مكان بلا علم أو كفاءة. ما فهموه وغضبوا منه والسلطة والمزايا المتزايدة الممنوحة لضباط الجيش، فالانتشار في مناصب رئيسية في كل إدارات الدولة لا المناصب العليا فقط، جعل قليلا من المدنيين يمكنهم أن يناقشوا هؤلاء الضباط في قراراتهم. وما زاد الاستياء أن الضباط المختارين للمناصب أغلبهم يفتقدون المعرفة وغير أكفاء. كمال الدين حسين قدوة كامل الوزير، مثل كامل ده اللي قايل كده، الراجل القائم بالأعمال في السفارة البريطانية اللي هي في جاردن سيتي، بيقول كمال الدين حسين الذي شغل الكثير من المناصب والوزارات بسبب قربه من ناصر لا لكفاءته، تولى وزارتي التعليم والحكم المحلي، ده النموذج بتاع كامل الوزير، بالإضافة لتوليه المراقب العام للاتحاد القومي ورئيس المجلس التنفيذ المصري. وباستثناء ناصر وزملائه العسكريين فإن قليلين لديهم ثقة في قدرته ونواياه. كتم الأصوات وقرارات اقتصادية كارثية.
كان ناصر دائم توجيه اللوم للصحافة تمهيدا لتأميمها وسيطرته عليها. وفي الاقتصاد أخذ ناصر قرارات اقتصادية أثارت غضب حتى مؤيديه زي تأميم بنك مصر. في النهاية كانت دائرة الاستياء وكره النظام تزداد من الأثرياء للأقليات لرجال الأعمال والبائعين في المتاجر، بالإضافة لطبقات المهنيين والموظفين المدنيين والمحامين والأطباء والمهندسين وكل المثقفين المهتمين بالسياسة، لكن الدولة البوليسية تمنع الجميع من المعارضة. دي حالة الدولة سنة 61 كما ذكرها أو كتب عنها تقرير كرو القائم بالأعمال البريطاني في سفارة إنجلترا في مصر بيقدمها لحكومته. دي حالة مصر وقتها، تفرق إيه عن دلوقتي؟ مفيش. خلينا نشوف الدكتور مصطفى الفقي بيتكلم عن انهيار الاقتصاد بعد الثورة أو بعد الانقلاب. برأيك مصر خسرت العهد الملكي؟ والله أنا يعني برغم من أبناء 23 يوليو والذين استفادوا بها ومن يعني جيل عبد الناصر، إلا أنني أعتقد أننا يعني تجاوزنا الحدود ولم نمضي على الطريق الصحيح. قامت ثورة ولكن دون برنامج إصلاحي قابل للتطبيق، حتى مبادئها الستة لم تطبق كاملة. تيارات سياسية وخلافات عالمية وصراعات وضغوط على مصر ومحاربة عبد الناصر في أكثر من جبهة، فتح على نفسه كل يوم جبهة جديدة. كل ده أدى بالاقتصاد المصري إلى الانهيار، وانهيار الاقتصاد في أي دولة هو مقدمة لفشل كل الانهيار وكل هذه الحالات. فكل ده كان وارد، لكن طبعا كانت الرشوة منتشرة يا فاروق والمحسوبية ولا زالت موجودة. الرشوة موجودة موجودة البشر، المحسوبية موجودة موجودة البشر، الفساد موجود موجود البشر. إنما في ذلك الوقت بقى تصوره أن السبب في هذا هو حكم. لا، الفعلوة في الوعود والحلول الاقتصادية الخارجية من أول الصاروخ القاهر والظافر لغاية هنصنع الدولار. خلينا نشوف كده أيام عبد الناصر لما كان بيضحك على الشعب بمشاريع فنكوشية فظيعة زي دي، سفينة الفضاء المصرية وأدي الصاروخ. لا لا لا، ارجع للصورة، شايف الصاروخ القاهر معدي على كوبري أبو العيلة. ده كوبري أبو العيلة القديم اللي كان بيربط ما بين جزيرة الزمالك وسارع 26 يوليو. شايف الصاروخ معدي في مصر في شوارع مصر والناس واقفة طالعة على الكباري اهي، وحاجة. وبص علم جمهورية مصر الجمهورية العربية المتحدة القاهر. عبارة بقى مذكرات سعد الشاذلي عن الصاروخ ده، هتضحك ضحك هتموت من الضحك. أطلقوه، أطلقنا صاروخ مدى 600 كيلومتر، الصاروخ صاروخ عربي يستطيع إصابة تل أبيب إذا أطلق من القاهرة. وقفوا يتفرجوا عليه، آدي شايف يا معلم أهو الصاروخ ده بقى كان فين، اتهزمنا بعده. الرائد صاروخ جديد متعدد المراحل ظهر في العرض العسكري أمس. الصاروخ الجديد مدى 1000 كيلومتر ويستطيع أن يخترق نطاق الجاذبية الأرضية للفضاء الخارجي. يا سيدي، 7 أسلحة جديدة ظهرت لأول مرة في العرض العسكري الكبير. عبد الحكيم عامر يعلن في خطابه الأسطول الأمريكي تمكن من صنع غواصة جيب تنزل البحر خلال أسبوعين، تحية باسم الشعب إلى قواتنا في اليمن التي سجلت أروع انتصاراتها خلال الأيام الأخيرة بغير خسائر. كله كذب في كذب. من فناكيش عبد الناصر لفناكيش السيسي اللي هي ده. بالاكسجين ابتكار وتجديد يخلي المنتج بتاع الميه اللي بتيجي تدوريه ده قيمته اعلى، وبالتالي اللي احنا بندور عليهم ال 4 مليار ونص بتاع سد النهضه دول ولا حاجه. ده انت عندك 70 مليار ممكن تستخدمه. هنزرع 10 مليون شكله اشجار نغابات و10 مليون شكله موز بالانسجه في مصر واثيوبيا والسودان، هتبقى المناطق دي ممطره جدا. هو نفسه هيقول انا مش عايز السد يفتح من عندك لان الميه هتغرقني. معركه حكيم ودي كان قياده الملك الرئيسي خلي بالك حضرتك من الكلمه دي، احنا هنصنع الدولار، احنا هنصنع الدولار. يعني ايه بقى عنده دولار زياده؟ طب ايه بقى عنده دولار زياده؟ بدل ما الدولار النهارده ب 50 جنيه الدولار ممكن ينزل، هنقول خليه ينزل 25 جنيه. طب لو
اجتهدنا شويه وصنعنا اكتر والدولار بقى ب 10 جنيه. هو مش ممكن يحصل؟ ممكن يحصل. طب لو بقى ب 10 جنيه يعني بقى تقريبا خمس ال 50. التلافيف نفسها فيها حاجه. في حاجه بايظه في تلافيف المخ نفسه من سنه 52. في حاجه في تلافيف المخ العسكري مش مظبوطه. تقريبا ملمس. تقريبا في دوائر غلط. في صنايعي لعب في الحكايه دي. في واحد ابن حرام لعب في التلافيف وفي الدوائر الكهربائيه فخال ده القطه ما تقولش الكلام ده. ده كلام ما يقولوش منع ابو رجلين. ده كلام بس هو ده من 52. النتيجه حضرات مشهد مأساوي بيحكي عنه النائب ضياء الدين داوود في الفيديو ده بقى. معاناه المصريين اللي لو عملت مطالبه خلال اخر اربع سنوات فقط هذه الحكومه التي رأسها حولت حجم الدين العام من يونيو 2019 من 4435 مليار جنيه ل 8609 مليار جنيه. هذا نتيجه الاقتراض. هذا الذي ادى الى ارتهان موازنه وحكومه ومستقبل الشعب المصري رهين. اقساط وفوائد الديون اللي حرمنا من التنميه الحقيقيه، اللي حرمنا من الاستقلال الوطني ومن بناء الانسان المصري. لما بنرفض على هذه الاسس الموضوعيه محذرين لسنوات طويله ان ترحل هذه الحكومه حامله حقائبها معها. لما نشوف معدل الفقر سياده الرئيس اللي وصل على ايد هذه الحكومه خلال اربع سنوات اخيره من 7.1% ل 35%. لما بنتكلم على نصيب المواطن المصري من الاسره في المستشفيات، المعدل في مصر 8.8، المعدل العالمي 35. لما نبقى مش قادرين ده وبرنامج خالي من اي اجابات بكلمات فضفاضه لابد ان نرفضه ونتحمل مسؤولياتنا في الرفض. معلش ده نائب في البرطمان بيقول معدل الفقر كم؟ خدت بالك؟ عدت عليك كده زي الحلاوه؟ معلش ارجع لها كده تاني عشان الناس تسمع حتى لجانه تسمع. اسمع كده. سنوات طويله ان ترحل هذه الحكومه حامله حقائبها معها. لما نشوف معدل الفقر سياده الرئيس اللي وصل على ايد هذه الحكومه خلال اربع سنوات اخيره من 7.1% ل 35%. لما بنتكلم بس معدل الفقر وصل في الاربع سنين الاخيره من 7.1% الى 35%. ولو بحسبة بسيطة، أنا ماليش في الرياضة خالص، قلت إن إحنا 100 مليون تقريبا، 106 مليون، 104 مليون، يعني معنى كده إن الفقراء في مصر 35 مليون بني آدم. ما 35% معدل الفقر، وإحنا 100 وحاجة مليون، يعني في 35 مليون ده شعوب. حضرات السادة، ده الدرس الثاني كده. نشوف خلصنا أول درس من دروس ثورة يوليو أو انقلاب يوليو اللي عرضته لك هنا من شوية، اللي هو ده: الشعارات للإنجازات، الفهلوة للتخطيط. نيجي لده بقى يا حضرات. الدرس الثالث والأخير في المقدمة دي إننا دولة المنافقين مش الوطنيين المخلصين. دولة مفيش مكان فيها للنخب والمبدعين طالما مش منافق ولا مطبلاتي. اسمع رأي الفنانين والمفكرين في عهد عبد الناصر وثورة يوليو. خلينا نبدأ بشاب وقتها كان صغير، يوسف شعبان. كان شاب صغير جدا لما قام انقلاب 23 يوليو. وعلى فكرة يوسف شعبان ما بطلش تمثيل طول الفترة دي لحد ما كبر في السن وبيمثل، يعني ما عندوش خصومة. اسمع بيقولي. لأنه فاد كل البلاد ما عدا مصر، فاد كل البلاد العربية ما عدا مصر. غرقنا في حرب، كان المستلم مصر الجنيه اغلى من جنيه الذهب، الجنيه المصري. شوف اقتصادنا وصل لحد فين. مش ما بحب، مش مساله خضع للحب وكره، مساله خضع لاقتناع باعمالك او رافضها. وده دي الحريه، دي الديمقراطيه. انا ما كنتش، معلش ده راي يوسف شعبان رحمه الله عليه. طب ما تيجي نسمع راي بقى اتنين شباب كانوا بتوع بيلعبوا بلياردو وعيال كده، ولاد ناس. واحد فيهم ابوه كان تاجر خشب كبير في اسكندريه، واحد تاني ابوه كان مقاول كبير، عمر الشريف واحمد رمزي. خلينا نشوف كده راي عمر الشريف. ما بحبش عصر عبد الناصر. انا ما بقى كان مش حلو. كان مش حلو. كان إيه؟ كان مش بالنسبه لي انا، بالنسبه لي انا البلد.
انما الناس كانت بتخاف. طب ايه رايك لما النهارده في الثوره لغايه النهارده كنا شايفين صور عبد الناصر في ميدان التحرير؟ الناس بتطلعه الشعب بيموت فيه. انا بقول بيموت فيه، يعني حاطين صوره ولا كانه لسه موجود بعد العمر ده كله بعد ما جه. يعني بيحلموا بزعيم زيه لانه كان عنده زعامه. يعني طب عمل ايه؟ لو حد يقدر يقول لي عمل حاجه كويسه. ما لحقش. عمل حرب 6 ايام وموت الناس وبتاع، ده هو اللي عمل الحرب ده. مش شايف انه يعني ما عندوش فكره ان مش عارف الجيش بتاعه ما يقدرش يغلب دول خالص. بس 6 ايام انا كنت في هوليوود واتريقوا عليا الامريكان بقى 67 عشان انا قاعد كنت بمثل فيلم وببص في التلفزيون وشفت حكايه الست ايام دي والناس بقوا يتريقوا عليا الامريكان يقولوا ادي ادي يا اخويا البتاع. لا وانت في هوليوود محظوظ، احنا هنا بقى بنسمع احمد سعيد داخلين تل ابيب. دخلنا تل ابيب وخدناه واتريقوا عند القناه. يعني العكس هو بالظبط. يعني اسمها 6 ايام، يعني 6 ايام بس. 6 ايام يعني 6 ايام. انا من ايامها ماليش دعوه. طب وعصر السادات انت معاك؟ كنت في عصر السادات حاسس انه موجود؟ طبعا كنت موجود. وايه حسيت بايه؟ السادات ده انا في رايي انه عمل معجزه. ده رايهم في عبد الناصر. خلينا نسمع كده احمد رمزي كان قاعد مع احمد السقا وبيقول رايه في عبد الناصر او في الفتره دي ايه. يوم رحت المجمع فبقول للرئيس الباسبورتات عايزه فيزا عشان، قال لي قال ايه يا عم رمزي هو في حد بيسافر؟ قلت له طيب اخويا ممنوع. يعني حضرتك عندك مشاكل شخصيه مع الفتره دي، مع الفتره الزمنيه دي سياسيا؟ ما كان واقع عندي انا اللي عندي ده. ما فيش واحد في مصر ما عندوش. لا في ناس ما عندهاش مشاكل. في ناس لا. في ناس يعني في ناس في ناس في ناس نصريين، في ناس في مذاهب نصريه، وفي لا في حدود معلومات. انا مواليد السبعينات. انا مواليد لا معلش انا بقول لك انه لا، لانه ما عندكش اي حريه تعمل اي حاجه. ما تفكرش. من اي منطق؟ من منطق اقتصادي يا استاذ رمزي ولا من منطق سياسي؟ ما تفكرش، مالكش الحق انك تتكلم ولا تنطق ولا تعمل حاجه. يعني حضرتك بتتكلم مثلا كمراكز قوه ايامها، يعني تقصد؟ اقصد مراكز قوه ومخابرات وقرف مدود وتليفونك متراقب وشغلانه ملاول والاخر. ازاي بقى شغلان؟ يعني ده عمل لحضرتك معاناة؟ انا طبعا ما حضرتوش، انا متلقي. اقول لك حاجه، هل ده عمل معاناة؟ انا ليا صاحب اسمه عمرو الترجمان. عمرو الترجمان ده قال نكته على عبد الناصر في النادي يوم نادي الجزيره. ما بانش لمده 3 ايام. ابوه جالي قال لي ما تعرفش كذا المجنون طبعا. رجع بعد 3 ايام عامل كده يكلموه ما يردش 3 ايام. اقول لك ايه بس هي العمليه يعني يعني حصل فعلا في مراكز قوه. الله اكبر. حصل طبعا. امال ايه؟ يعني كنا موجودين. يعني كان عامل كده ليه؟ طيب يعني كان بيعمل كده. الله اعلم. انا ما اعرفش. ما فيش رد. قعد 3 ايام ما حدش عارف هو فين. كانت المخابرات المصريه الحقيقه بتدور على حاجات رخيصه ووسائل رخيصه عشان تعمل إنجازات، منها أنهم طلبوا طلب رديء من عمر الشريف عشان يوقع إحدى المذيعات أو الإعلاميات العربية، يوقعها في حبائل الغرام وياخد عليها فيلم أو يصور حاجة يدينها بيه لصالح المخابرات. نسمع كده. كلفني واحد من المخابرات اللي في انجلترا في سفاره انجلترا في سفاره لندن، كان من المخابرات المصريه وطلب المصري. نعم. وطلب مني خدمه امنيه كانت خدمه صعبه قوي. مش هقول لك الحكايه بالظبط ايه، لكن وقال لي عشان تنجح في الماموريه دي اللي احنا عايزينك تعملها لازم تشتم في عبد الناصر وتتكلم وحش، عشان دول احنا عايزين نشوف مش عارف فلان عايزين يمسكوا واحد هربان منهم وعايزين يقتلوه بس. ففي الاخر ابتديت اعمل المشروع بتاعهم ده وبعدين ما قدرتش عشان كان فيها لازم حيقتلوا حد. فرحت بتاع المخابرات ده قلت له اسمع انا راجل متجوز وعندي بتاع مش قادر عايزني ارافق واحده وحاجه كده بتاع. قلت له انا ما بعملش الحاجات دي. فقال لي طيب هنبعت تجيب واحد حليوة كده صغير من عندنا من المخابرات وهو متخصص في حاجة كده. يعني عايزينه يسقط واحدة ست عربية معروفة طبعا اسمها في غرامه عشان يسجل عليها فيديو أو صوت عشان يدمروها. ده غير حسين فهمي. أنا بكلمك على ناس كانت أغنية ومشهورين وقتها، كان أحمد رمزي أو عمر الشريف أو حتى الأستاذ حسين فهمي اللي كان له رأي برضو ما اختلفش كتير عن رأيهم. طيب إذا كانوا دول ممثلين ففي رأي تاني للكاتب العبقري نجيب محفوظ اللي اتكلم عن الفترة دي وقال ده.
ان الخطا الاكبر اللي وقع فيه الدكتاتوريه، وهو مفسر لاي مصيبه بعد كده. يعني الدكتاتوريه هي ام الكبائر السياسيه، ام الكبائر السياسيه، وهي اللي قضت على كل طيب وقضت على عبد الناصر نفسه. نعم كده في ايجاز. وعنينا منها ما عنينا. اصل لما اقعد اكلمك في رذائل الدكتاتوريه ما يكفينيش الوقت من هنا للصبح، يكفي انها بتحولنا من بشر لاشياء ورعاه. والغاية دلوقتي الصورة بتزداد قتامة وسواد، أو زي ما كتب الكاتب الأستاذ أنور الهواري عن النخب دي كلها صنعت في العهد الملكي، نخب مصر العظيمة. وبيكتب بيقول في 75 عام التي احتل فيها الإنجليز مصر ظهر حشد هائل من العبقرة والنوابغ لم يتوفر مثلهم من قبل ولا من بعد. جزء من السبب كان التحديث الذي أنجزه محمد علي باشا وسلالته. ترى لماذا ازدهرت النخبة في عهد الاحتلال؟ جاوب انت بقى حسين. الشواهد اللي بنعيشها دليل على ان الابداع او الفكر المسموح به هو ابداع الاختيار السرب الجو ده يعني. اما بقى اللي هيخرج عن السرب ده فهيحصله زي اللي حصل مع الفنان المسرحي الكبير محمد صبحي اللي قفلوا له مسرحية كان بيعملها. وكتب صبحي يقول، أو الأستاذ صبحي، الصفحة الرسمية هي: اعتذار، تم اغتيال مسرحية عيلة عمل لها بلوك وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية. اعتذار للجمهور الحبيب، تم اغتيال مسرحية عيلة اتعمل لها بلوك وتم ضرب بنود العقد، وأهمها عدم قطع المصنف الفني بإعلانات سوى بين الفصلين، وعدم حذف أي كادر ولا لقطة ولا جملة ولا إغلاق الصوت إلا بموافقة كتابية من الفنان صبحي. لقد تجاوزت الشركة المتحدة كل الحدود والحقوق، واغتالت المسرحية بعدم احترام الجمهور وإعلانه عن موعد البث قبلها بأسبوع، ولكن قناة سي بي سي أذاعت المسرحية في أسوأ موعد حتى 4 صباحاً صباح 23 يوليو 2024 دون علم الفنان محمد صبحي. الفنان اللي هيخرج عن السرب ده هيحصل له زي اللي حصل لرسام الكاريكاتير أشرف عمر اللي اختفى 3 أيام عن بيته كله. وكتبت أخت السيدة دي نسمة، قالت: حبيبي وأخويا وجوز أختي مسالم ومش عنيف حتى في معارضته، شاب في وطن ضايع بيحاول يلاقي نفسه ويعبر عن أفكاره بحرية، كمان ده مش متاح. ده عمر، أشرف عمر. معلش ممكن تجيب لي، ترصلي بقى الرسمة اللي أشرف عمر اعتقل بسببها؟ احنا ممكن نجيبها لك يعني عشان نوريك هذا الرجل لم يخطئ. الرسمة دي اللي هي المونوريل، المواطن المصري بيشد وعرقان وتعبان. لا لا انت ما تصبر يا بيه. وادي العسكري ابو نصر ودبوره بيضربوا بالكرباج عشان يشد حيله. أما الرسمة اللي تحت مش راضية تطفي، ليه؟ القروض كأنه البنزين بنطفي النار اللي هي أزمة الديون بالقروض. مصر تنشئ لجنة لتصفية أصول الدولة لجمع 25 مليار سنويا. أديك شايف واحد حرامي بيفتح الجاكيت بتاعه مخبي خريطة مصر وبيديها لمستثمر خليجي. الرسومات دي يا حضرات هزت النظام. أغبية كان لازم يموتوك، عذبوني. وما هي مظاهر الاحتفال بعام الشباب؟ نسجنهم كلهم. ليس لدينا اختفاء قصري في مصر، وادي مخبيها في جيبه بياكل ايدين المواطن المصري ويقول لك ناقص ملح. هو طبعا رسم السيسي على فكرة. وانا وابن عمي على الغريب، ابن عمه اللي هو الصهيوني على الغريب اللي هو تحت، لو خدت بالك الكوفية الفلسطيني، بس هو بيجري بسرعة ما عرفش ليه. يعني كأن السيسي تحالف مع الصهاينة على الغريب اللي بقت الكوفية الفلسطيني. يعني اللي بعده: انتوا لسه عايشين؟ ما يصحش كده. دي بعض من رسوماته. يعني ديمقراطية هم بيقولوا ازاي؟ قول تحيا مصر، وادي معلق المواطن اهو ملط. ده أخت زوجته قالت بقى إيه؟
قالت إن هو رجل مسالم. آدي يوسف بيقول كاريكاتيرات أشرف عمر موقع المنصة اللي كان ممكن تعدي بهدوء عادي بس بيدخلوا الضابط الغشيم يعمل حركة غشيمة ويعتقل الرسام ويقدم خدمة جليلة للكاركترات نفسها. إيه الأخبار بقى؟ هي هي. على فكرة عايز أقول لحضرتك أن الحوار اللي كان داير بين نجيب محفوظ وبين مفيد فوزي، مفيد فوزي هو نفسه اتمنع من الكتابة في عهد عبد الناصر وجاب عبد الحليم عشان عبد الحليم يتصل بأكبر رجال السلطة وقتها عشان يرجعوا مفيد فوزي، وكتب مفيد فوزي جواب لعبد الناصر لأنهم قعدوا ببيته. الخلاصة حضرات من الثلاث دروس دول 23 يوليو مش مجرد انقلاب عسكري جاب عسكر أو مجموعة عساكر بقوا ملوك مكان ملك واحد وبقوا بشوات مكان البشوات القدام. 23 يوليو و 30 يونيو هي حكم جبري نزع إرادة الناس، وزي ما قال الكاتب الكبير نجيب محفوظ حول البشر إلى أشياء، نزع إبداعهم وطموحهم، نزع حتى أمنهم ورخائهم، وعمل دولة من الشعارات والفهلوة والنفاق عشان نبقى لاجئين في بلد بيحكمها مستعمر جديد. مستعمر مواش بريطاني ولا إسرائيلي، لكنه مستعمر وطني بدبورة ونسر وكام.